في الأكيد ما غلقوش حسن من شهر رمضان باش نتحكموا في مجموعة من العادات السيئة اللي من الشأن ديالها أنها تأثر بشكل سلبي على القلب وعلى الشرايين ديالو، بحيث هذا الشهر هذا لا الجانب الروحاني ديالو ولا الجانب المادي ديالو بجوجهم تيسمحوا لنا وتيتعتبروا واحد الفرصة من ذهب كما قلت لأننا نبتعدوا على مجموعة ديال العادات السيئة، ألوغ من بينها أول التدخين، ألوغ ما يمكنش جو بونس با بأن نلقاو نلقى واحد الشهر او نلقاو فرصه احسن من رمضان باش نقلعوا على باش يقلع الشخص على التدخين. الوغ الشخص اللي تيمكن له يحبس من 15 حتى 16 ساعه في النهار على التدخين فما خصو شيء يفقد الامل او لانه يقول بان ما يمكنش يحيدوا بشكل نهائي. هنا كنشوفوا بان الاراده ديال الشخص الا بغى يدير شي حاجه راه كيديرها. هذه من جهه، من جهه اخرى الجانب الروحاني ديالو وداك اللي كيخلي الانسان متصالح مع ذاته نوعا ما، متصالح مع الناس وكيخلي الدرجه ديال التوتر في هذا الشهر نورمالمون كيخصها تقل، يعني نستافدوا اولا تيغي لو بينيفيس في هذا الشهر هذا وننقصوا شويه من التوتر ديالنا ونحاولوا اننا نركزوا فيه على الاعمال اللي من شانها انها يعني الاشياء الايجابيه واللي ممكن انها تحيد لنا هذا التوتر.